السلام عليكم. خرج سكان حي باب الود بالجزائر العاصمة وكذا مخرج مسلسل الضم عن صمتهم بعد قرار سلطة الضبط السمعي البصري فتح تحقيق في الكتابة الجدارية. وهذه التفاصيل الكاملة، تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم. رانا هنا في وين دلالة، وين تولينا دلالة اللي تشوف الحومة كاع مكتوبة. هذا السامبول تاع الحفرة، هذيك مسلسل تيرك، وحنا شفنا هذا ما ديرونجناش. هنا كانوا الاخر، كنا نتولوا هنايا هم لي جون تاع الحومه، كانوا الفلاغ اون فاس، دونك انا با في لو تروك هم لك هنا. هذه مكتوبه ام ار كا، ماشي ام كا. احنا باش يكون عندنا موقف سياسي واضح، احنا مع الوطن 100%، مع انتمائنا يعني لكل ذره في الوطن، ماشي باك الوطن. حابين نقول لهم لكل هذه الحومه على بالهم كاع واش كاين. هذه اسماء سايح، هذه اللي كبار، ما ماكش واش هذا كتبوا ولاد حومه صغار، عنده واحد 4 سنين ولا 5 سنين، خمسة سنين. صدي في الحيوط كاع خدم هادو، ما بابلو كاع محافظه، كانوا مولو في الحيوط داروا كوبات كيما الفيل. شوف كاع الحيوط تاع بابلو سي بون كاع مكتوبين، هاي بارتو هذه تاع الفيلم تاع